قضية الغفران تعيد نفسها مرة أخرى بعد بث الجزء الأول من اللقاء مع الشيخ راشد بن محمد آل عمرة الغفراني. أيضا هذه القضية أثارت ردود فعل من المشاهدين وأسئلة حول نقاط عديدة تطرقت إليها شيخ راشد، لذا نريد أن نغطي هذه النقاط ونستجيب لرغبات المشاهدين في معرفة الكثير حول قضية الغفران، وأيضا حول التاريخ السياسي لدولة قطر بعد استيلاء نظام الحمدين على الحكم هناك. كيف يمكن أن تضيف لنا شيئا عن معاناة الغفران ما بعد 1996؟ والله معاناة الغفران بدأت على فترتين. الفترة الأولى بعد فشل الحركة التصحيحية لإرجاع الشيخ خليفة، بدأوا في البداية يضايقونهم ويقبضون عليهم يعني أكثر من غيرهم، ولا مسك ناس واجد في الموضوع، مسك أو قبض على ناس واجد في الموضوع، لكن ركزوا على الغفران، وهذا في بداية الأمر 96، وراحوا يطردونهم ويدورونهم ويأخذون إذا ما لقوا الواحد مسكوا أخوه يودونه السجن على أساس يجيب أخوه اللي عسكري، بعضهم مدني يعني من تواجد النية عندهم أو أنهم يحكرون أو يحصلون الموضوع على الغفران. نعم. يعني يعني ضايقوا واجد ناس يعني في المساجد وفي البيوت ويقبضون عليهم في كل مكان حتى في دور العبادة، ودرج هذا على أن الغفران كلهم كانوا مطاردين، عرفوا من الحركة ذي، بعضهم في الموضوع لا علاقة لهم بالموضوع، لا علاقة لهم بالموضوع. أثرها على العوائل الغفرانية، على النساء، على الأطفال؟ طبعا تأثر. وش تصور أن الواحد يعني يراقبونه في البيت، وبعض ما يروح المسجد يصلي في البيت، فيضطرون من كثر ما يراقبونه ويشوفونه ما طلع برا، عندهم عزب حلال يروحون لها بعض المرات ما يروحون، فيضطرونهم يقتحمون بيته، يقتحمون بيته. طبعا وش بيصير؟ هذا شيء مفجع على أولادهم، على أطفالهم، على نسائهم، شيء جديد عليهم. يعني أنهم شرطة وقوة تقتحم مكانك يطلعون أبوهم أو أخوهم بالقوة قدام المرأة من الجميع، سواء أطفال أو نسوان، طبيعي لها تأثر كبير. لكن بعد هذه المعاناة أيضا ماذا حدث بالنسبة للعوائل التي تعيش في قطر من الغفران؟ هل هناك الآن من يعاني يعني وهو موجود داخل الدوحة غير المهجرين؟ طبعا طبعا هو في البداية كل الناس تأثروا وخافوا وتوقفت مصالحهم. أول ما ينسجن أبوه هذا 96 في البداية، ما عاد يروحون المدارس، ما عاد يروحون مصالحهم، كل يخاف، مو بداري وش بيسوون فيه. الحكومة تدورك وتدور عائلاتكم كلها، فتأثروا في البداية من الدراسة ومن الحياة المنتظمة اللي هم فيها. 2005 كانوا المساجين يعني خذوا وقتهم مساجين وحققوا عليهم وتقول فرزوهم، يعني طلعوا منهم اللي مو من الغفران واللي مساير هالقطر، طبعا منهم من الثاني ومنهم من عوائل كبيرة من هالقطر، من الوكوارة والماندا والسويدي يعني كلهم طلعوهم صفت على الغفران. في 2005 جاءت الفترة الثانية اللي الفترة الكبيرة، الفترة الكبيرة الضارة اللي 2005 طلع 6000 أسرة إسقاط الجنسية من الغفران، سبب كثير من الأضرار، وتركزت هذه الأضرار على النساء وعلى الأطفال وعلى الكبار السن اللي فقدوا كثير من الميزات اللي يتمتعون بها من علاج إلى دراسة إلى جميع الحياة اليومية اللي كانوا يستفيدون منها كقطريين من أول. يعني استغرقت عملية التحقيق كل هذه الفترة من 96 إلى عام 2005 أو نتائج عملية التحقيق؟ طبعا استمرت فترة طويلة. طبعا فترة طويلة لأنهم كانوا يعذبونهم في التحقيق ويبطون معرضهم على القاضي، لأن فيهم آثار التعذيب وآثار أجسامهم، بعضهم تشوه جسمه من حروق إلى حروق، يقعد مثلا 6-7 شهور ما راح المحكمة، فأبطت القضية. يعني هل يوجد في الدوحة الآن نساء وأطفال لا يوجد لديهم أي أوراق؟ الآن موجود، واللي حصل أنك من 6000 دولار كانوا رجعوا عدد بسيط منهم، فرجعوهم بصفة غريبة جدا، أنهم يغيرون المواليد
جنسيتهم أنه قطري مولود في مكان ثاني غير قطر، وهو مولود كان في الدوحة، كلهم مولودين في قطر بشهادات ميلادهم عندهم موجودة. طيب إيش الهدف من أنه اللي اتضح أنه أنه على أساس ترشيح والتصويت والمجلس الشورى والمجالس البلدية، إنهم يحرمونهم بها، اللي مولود خارج قطر ما يقدر يصوت ولا يقدر يرشح نفسه. فقط الغفران اللي رجعوهم من 6000 رجعوا عدد بسيط، وكلهم الآن موجودين في الدوحة. الميزة هذه أنهم مولودين خارج قطر وهم عندهم استراتيجية في ذا، يعني يحاولون على أساس إلى أي وقت يبغون يسحبون جنسية أي واحد يرجعون إلى أنك أنت مولود، أنت مولود في قطر، يعني مكتسب من غير مولد، جنسية مكتسب، جنسية مكتسبة ليست بالأصالة. أيوة، ويسحبونها منك أي لحظة. وحصل أنهم قالوا في الكلام في بعض الوظائف أنهم أنت غير مولود مواليد قطر، وهم مولودين قطر وكل الناس يدرون وأباهم مولودين في قطر. يعني هل كان النية أيضا إبعادهم عن الوظائف الحساسة مثل الأمن وغيرها؟ منعوهم حكم أنهم رغبين، لكن نعرف تماما أن الكثير من العاملين في الوظائف الأمنية في قطر هم غير قطريين بالأصالة، يعني هم الآن يعني وليسوا من مواليد قطر. فلماذا يشمل غفران فقط هذا الشيء؟ غفران هم ناوين عليهم، يعني يحطونهم في ذا السياق، وأنهم ما يتوظفون في الوظائف العسكرية إلا هم استثنوا الدفاع المدني. في الجزء الأول من اللقاء أثار موضوع إفشال المحاولة إعادة الشرعية الكثير من الأسئلة حول تفاصيل فشل هذه المحاولة. هل يمكن لنا أن نعرف بعض التفاصيل أكثر حسب طلب المشاهدين؟ طبعا والله هي عدة أسباب، لكن السبب الرئيسي في إفشال هذه المحاولة طريقة اللي جاء في العزبة وراح وبلغ عليهم. وسبب ثاني كبير جدا، من هو هذا الشخص؟ اسمه حمد بن شافعة. نعم، سمعت. وبلغ عليهم وصار فشل إعادة الشرعية. وفي سبب رئيسي كبير جدا اللي هو عدم وجود أسلحة. ما كان فيه موجود أسلحة، يعني اللي موجود من الأسلحة كان يمكن 30 رشاش و 11 بازوكة مع 3 قذائف فقط. فقط فقط. طيب أين هي الأسلحة التي أشار إليها يعني الإعلام القطري؟ كانوا هم معتمدين أسلحة اللي جت من دول أخرى. ما قالوا أن المشاركين في المحاولة إعادة الشرعية تم تموينهم بأسلحة من دول أخرى. غير صحيح. فقط 30 رشاش. 30 رشاش و 11 بازوكة. أنا طال عمرك جزء في الموضوع ذا، ضابط. أنا ضابط وهذه بطاقتي ضابط، وأعرف اللي الحيثيات واللي حصلت، وكنت يعني موجود على الشكوى من عدم وجود الأسلحة، وأنهم طريقتهم أنهم بيروحون للحرس الأميري الثانية كانت مهب بعيد منهم، وأنهم يعني منسقين مع الضباط اللي هناك، وأن الموضوع يعني ما فيه تلك الصعوبة. أين كان تواجد هؤلاء الذين يعني كانوا يعني هذا المشاركين؟ كانوا من منطقة اسمها في قريب مكينس، شمال مكينس على طريق سلوى، سمعت. وتواجدوا فيها إلين حصل هذا أنه هرب منهم وبلغ عليهم. والسبب الرئيسي لعدم وجود أسلحة موجود في الموقع، ما عندهم أسلحة. بعد يعني فشل هذه المحاولة، محاولة إعادة الشرعية والقبض على المشاركين فيها، أعطينا مثلا قصة القبض كيف تمت، ومن قبض عليه أولا، وأيضا كيف تم التحقيق معهم؟ قصة القبض، قبضوا على ناس كثير في البداية 96، بعد فشل رجع المحاولة الشرعية مسكوا ناس من الثاني، ومسكوا ناس من جميع قبائل قطر من ضمنهم الغفران، لكن مركز على الغفران أكثر من غيره. نلاحظ أنه قبل إعادة الشرعية أنه سمح لمن يرغب السفر يروح خارج البلاد، أول مرة عندنا في قطر يصير إجازة العيد تبدأ من قبل العيد بخمسة أيام. دائما نتوقع العيد أنهم يعلنونه، إذا قال العيد بكرة يعطونا قبله بيوم، يومين فقط. يعني
اسمحوا لهم انهم ياخذون جوازاتهم ويروحون اجازات، يعني معناته انري يعني تسهيل خروج اكثر العسكريين من البلد. ف يعني هذا الامر جاء من وزير الداخليه الشيخ عبد الله بن خليفه، كان وزير الداخليه، ومدير مكتب عبد الرحمن بن ناصر بن جاسم الثاني، و يعني اللي كانوا موجودين ومشاركين، يعني نعتبرهم المشاركين وعندهم خبر، لهم ضباط كثير. يعني تربط انت ما بين هذه التسهيلات في منح الاجازات العسكريين ما بين التأييد للمحاولة إعادة الشرعية؟ صدى إعادة الشرعية سبحان الله يعني منتشر في البلد، حتى إلى درجة أن الواحد يقول ما راح يصير مقاومة، خلاص يعني خليها بن حماد راجع البلد وش المشكلة. إذن كان هناك تواطؤ في يعني في مساعدة قيام محاولة إعادة الشرعية من مسؤولين حكوميين بارزين مثل الشيخ عبد الله بن خليفة. نعم، هذا شيء ملحوظ، شيء الناس يعني الناس متوحين، الناس يعني عندهم شعور في شيء بيصير. ف يعني عبد الله بن خليفة لما أمر الناس ياخذون جوازاتهم العسكريين بالذات، عبد الله بن خليفة طبعا يرافق ناس واجد من الثاني، من اخوانه اول شيء عبد العزيز بن خليفة وجاسم بن خليفة وعمه الشيخ محمد بن حمد هو الشيخ خليفة، وعلي بن سعد الكعبي كان مدير المباحث السابق، وعلي بن جابر الخجيم، ومحمد مبارك علي بن جابر الخجيم طبعا هذا ضابط في الحرس الميري، ومحمد مبارك النابت كان قائد الدروع وصار طبعا ملحق عسكري في فرنسا كان قبل الفترة ذي، وطبعا من ضباط السويدي من عائلة السويدي ومن مهاندة ضباط كبار يعني، يعني كلهم ذولا يعني طلعوا أسماءهم في البداية يعني أو تأييدهم للشيخ خليفة في البداية، لكن في الأخير اضمحلوا يعني تراجعوا وطلعوا من الموضوع. يعني تم عدم محاكمتهم كلهم، عدم ما لم يحاكموا أبدا لا أحد من الثاني غير حمد بن جاسم، بس حمد بن جاسم بن حمد هو اللي تحاكم، ولا الثاني كلهم ما حد طلع، عيال الشيخ ما حد طلع، أخوه محمد بن حمد ما طلع، ذولا كلهم ما طلعت اسمهم حتى في صفائح الاتهام رغم وجود قرائن تأييد لإعادة الشرعية وعودة الشيخ خليفة. يعني ثبت عند الناس اللي تكلموا معهم عرفوهم أنهم كانوا مؤيدين رجوع الشيخ خليفة. نأتي الآن إلى مسألة التحقيق، تحقيق مع هؤلاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، من يعني ما هي الإدارات التي أشرفت على هذا التحقيق؟ اللي أشرفوا على التحقيق اللي هم عبد الله بن خالد بن حمد الثاني وزير الأوقاف، وحمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم بن محمد بن جاسم اللي هو قائد سلاح الجو، وحسن بن عبد الله بن جاسم بن محمد بن محمد الثاني، ومعهم الضباط اللي شاركوا اللي هو خليفة بن محمد وفيصل بن أحمد، وشارك في التعذيب والتحقيق اللي هو إبراهيم خليل ملازم أول من أصول إيرانية، ويعني حضر أثناء تعذيبه للمساجين الأمير الشيخ حمد بن خليفة ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، يعني في عدة مواقف أو في عدة أوقات حضروا على مشاهدتهم، شاهدوا التعذيب والتحقيق مع المساجين، وترفضوا بعض الألفاظ ضد المساجين وهم تحت وطأة الضرب والتعذيب، تكلموا كلمات نابئة يعني ما تحضرني أو اذكرها لي بعض اللي تعذبوا في المخابرات العامة أنهم تلفظوا عليهم شخصيا، الشيخ حمد بن خليفة شخصيا. البعض تحدث عن أن المعتقلين قاموا بإضراب عن الطعام، وأيضا كانت هناك مواقف لوزير الأوقاف ضدهم الشيخ عبد الله بن خالد ضد المعتقلين، هل لديك بعض المعلومات عن هذا؟
والله هم قالوا لي فعلا أنهم أضربوا عن الطعام، وكان منهم ثلاثة أو اثنين يعني من قريبنا اللي هو العقيد راشد وواحد من الشباب اسمه نسيت اسمه علمني كان من هو واحد هم كم واحد، ودوهم المستشفى من المخابرات العامة، ودوهم المستشفى لمدة ثلاثة أيام تحت عراسة ويرجعونهم يستأنفون معهم التعذيب. وكان عبد الله بن خالد اللي هو وزير الأوقاف هو اللي يشرف على تعذيبه، وسألت أنا راشد قلت له ليش هو يشرف على تعذيبك؟ قال لي إنه عرفني، يقول أنت جنب بيتنا وتلعب معي كورة وتسوي كذا، يبل فيت إنه يمون عليها أكثر من غيره، يقول وهو شدد عليه التعذيب على بهاين إلى درجة إنه أحرقوا راسي بالفليت الشعر، سمعت؟ تحت إشراف شيخ عبد الله بن خالد بن حمد وزير الأوقاف، وطبعا محققين معه لهم، ولكن هذا تحت إشراف بالذات يعني مع راشد. وقال لي أنا عذبني بالذات وأشرف على تعذيبي. أيضا هناك بعض حالات التعذيب التي أدت إلى وفاة البعض على حسب ردود أفعال من بعض المشاهدين، تحدثوا عن وفاة أشخاص لم تذكر هذه الأسماء وإلى الآن لم يبلغ رسميا أهلهم، هل هذا صحيح؟ نعم، حصل أثناء التعذيب حصل توفى واحد والباقين طلعوا من طبعا تعافوا من التعذيب بعد دخول المستشفيات، طلعوا للسجن وعاشوا وقت ما فيهم شيء وطلعوهم. بعد طلوعهم بوقت بسيط واحد منهم جالس شهر ونص وواحد جالس يمكن أسبوع أو عشرة أيام، وتوفوا في بيوتهم وهم يمشوا ما فيهم شيء يعني. يعني هل تعزو هذا إلى أثار التعذيب؟ والله أعلم يعني وش الحاصل، صحتهم كلهم يعني أعمارهم مو بكبار يعني شباب صحتهم زينة، لكن وش اللي حصل لهم توفوا والله أعلم، منكم وليش طلعوهم مات بتغيرهم يعني، طلعوا واحد ومات، طلعوا الثاني وعقبه فترة مات يعني اللي ماتوا، والباقيين ما طلعوا ما اللي ما ماتوا يعني اللي ما كانوا يعني متوقعينهم يموتون ما طلعوهم، ما أدري ليش طلعوهم في الطلوع العام لما خرجوا المجموعة. يعني هل تعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف التعذيب وإعادة كشف الحقائق وأيضا معرفة مدى أثار التعذيب وإطلاع الشعب القطري على هذه النتائج وأيضا وفاة البعض من الأشخاص إطلاع عوائلهم على النتائج هذا؟ يعني هناك هل يستدعي ذلك تحقيق مستقل حول أثار التعذيب الذي تعرض لها الكثير ممن أطلق سراحهم بعد ذلك ولم يتهموا في الانقلاب؟ هذا من الأشياء الضرورية والأشياء المطلوبة الآن، أنه لازم كل ذو حق يأخذ حقه. يعني تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للإساءة واللي مات الله يغفر له ويرحمه حتى أهلهم كما يدرون وين مكانه وين مدفون، سمعت؟ واللي توفوا في بيوتهم بعد نفس الشيء، هذا لازم يكون له أسئلة أو له محاكمة، يحاكمون من يعني من عرضوهم ومن وصلوهم يعني توفوا بأسبابهم، واللي ما فيهم شيء بعد يطالبون بحقوقهم جسديا ومعنويا وكل شيء، يعني حقوق ثابتة وضد ناس معروفين وفي السلطة من أعلى هرم في السلطة هو اللي مشرف على الأشياء ويدعي أنه عنده ديمقراطية وعنده حرية، وهذا شيء يتنافى مع الأخلاق ومع القيم ومع كل شيء. من ردود الأفعال على ما ذكرته في الجزء الأول خاصة قصة ناصر بن حمد الملقب بجوعان وهجومه على عيسى الكواري، هل هناك تفاصيل أكثر حول هذا الهجوم وأسبابه ودواعيه؟ الشيخ جوعان أخو شقيق الشيخ سحيم بن حمد، وكان عنده تحفظ على طريقة إعلانهم عن وفاة الشيخ سحيم أو طريقة التشريح أو طريقة الإذاعة في تلفزيون قطر وفي إذاعة قطر، فحضر إلى من كان صب غضبه على عيسى بن غانم الكواري اللي هو وزير الإعلام ومدير مكتب الشيخ خليفة، فراح إلى بيته
كان في شارع مجلس التعاون وحاول يحرق البيت، صب عليه مادة حارقة وحاول يحرقه. طبعا السور الخارجي ما أثرت فيه شيء، لكنها شبت نار وسيطروا عليها طبعا. وعلى ضوء هذا راح لمزرعته في الشحانية، وصار انهم ارسلوا له قوة من قوة الطوارئ، وكان فيها غانم الهتيفي هتيفي ما ادري هو مدرعة اللي دخلت البيت على الشيخ ناصر، او كان مع القوة المساندة برا البيت. وطبعا طلقوا عليه النار وصابوه، وكان يردد اشهد لا اله الا الله ذبحتوني ذبحتوني. ودوه المستشفى طبعا على ضوء هذا، يعني تعالج في شو اسمه، ودوه للخارج، تعالج في مستشفى حمد ودوه للخارج، وتوفى بعدها فترة. طبعا الشيخ ناصر بن حمد اللي هو الشيخ سحيم ما يلام على الفعل اللي سواه صراحة، وكان يعني من زعل شديد جدا على وفاة أخوه اللي كانت غامضة كل الناس سمعوا، أو كل هالقدر كانوا يتحدثون أنه كان مسموم. والشيخ سحيم بن حمد يعني كل الناس وهالقطر يعرفون، لولا وجود الله الأول ثم وجوده ما مسك الشيخ خليفة بن حمد الحكم في البداية، هذه في بدايتها. ثانيا كانوا يعرفون أنه هو ولي العهد للشيخ خليفة بن حمد لأنه أخوه الواحق وهو الأجدر، يعني كان ساعده الأيمن وساعد الشيخ خليفة في كل شيء. يعني اسمح لي لو قلت أنه أقوى من الشيخ خليفة في كثير من الأمور، وخاصة مع عامتها القطر ومع البادية في القطر، كانوا كلهم يستجيبون لأوامر الشيخ سحيم ويتبعون أوامره، ما يعصونه أبد، يحبونه دائما، بيته مريان منهم في المقانيس في كل شيء، كانوا معه خاصة قبائل قطر آل مرة وغيرهم وبني هاجر والدواسر كل الناس كلهم معه. يعني له مكانة كبيرة، يعني والمعروف أن الشيخ حمد حاول يبعده بأي طريقة إلى وصلت إلى هالدرجة اللي والله أعلم، يعني هو تسبب في وفاته ودبر له المكيدة، هذا بينه وبين ربه والله أعلم بهذا. لكن هالقطر كلهم يتحدثون من الشيء ذا وعارفينه. لكن كيف تفسر أن عيسى الكواري بعدما كان يعني رفيق أحمد بن خليفة و يعني مساعدة إعلاميا في تهدئة الأمور بعد مقتل الشيخ سحيم، أن يكون عيسى الكواري جزء من المؤيدين والمرافقين للشيخ خليفة بن حمد في محاولة إعادة الشرعية، كيف هذا التحول حدث؟ يعني أنت بكل بساطة تقدر تقول أن السيد عيسى الكواري عيسى بن غانم الكواري أنه مزروع من الشيخ حمد مع أبوه، مزروع مع الشيخ خليفة. هذا تحليلي الشخصي، وفعلا كان موجود معه في أبوظبي، وكان راح معه لفرنسا في كل مكان، هو سكرتيره هو وزيره يقدم ويوخر. آخر شيء هو رجع قبل الشيخ خليفة لقطر، رجع للدوحة مكرم معزز ما كان عليه شيء، معناته أنه هو مزروع ويعني يأخذ أوامره من الشيخ حمد بن خليفة، لأن الشيخ خليفة حمد بن خليفة ناوي على أبوه ومرتب جميع الأمور اللي حول أبوه ومسيطر عليها سيطرة كاملة. نعم. في بعد المحاكمة لاحظ أيضا الكثير وكانت هناك ردود فعل أن المحاكمة التي تمت للمتهمين لم يثبت في أوراقها دخول أي أسلحة، ولم يتوفر أي أدلة داخل المحاكمة عن دخول أسلحة أجنبية، أيضا وجود دعم أجنبي. لكن على الرغم من ذلك الإعلام إعلام الحمدين يتحدث عن هذا الدعم وهذه الأسلحة. حسب اطلاعك وشهادات يعني أصدقائك ومقربين زملائك الذين كانوا في أروقة المحاكم، هل كان هناك شيء معين يثبت داخل المحاكمة أن هناك دعم خارجي للمتهمين؟ ما أذكر، يعني أنا قابلت 21 يطلعوا من السجن، ما ذكروا فيه أي شيء يثبت أنه دخل عليهم من برا، ولا حتى في يعني أجندات وإضبارات المحاكمة، ولا حتى في صحائف الاتهام اللي عبوها لهم، ما في أي شيء يثبت ولا في شيء يثبت ضدهم. كل الأشياء أنها محاولة إرجاع الشرعية من قبل هالمجموعة، وخصت على الغفران طبعا، خصت عليهم، وهذا التحقيق اللي جاء عليهم أنكم ناويين تقتلون
الشيخ حمد بن خليفة على أثر شهادة حمد بن جاسم بن جبر أنه حلف أقسم بالله أنهم ناويين يقتلون الشيخ حمد بن خليفة، وشاهد زور الله لا يبلانا يعني تحملها وإن شاء الله. فما ثبت أنه جاء شيء، ولو جاء شيء كان أذعوه، كان هم يفتيكون أشياء ويحاولون فيها، لكن ما صار لها صدى، ما وصلت الناس ولا اقتنعوا فيها الناس. هل قطر بالذات ما اقتنعوا بهذا الشيء. عندهم يعني عندهم أشياء حاسين بها وعارفينها، لكن ما يقدرون يتكلمون. القطر الكبار وصار في أشياء يعني تحاك. من هو أكثر مسؤول في نظام الحمدين تسبب في قضية الغفران وفي مظلمته؟ أنت قلتها بنفسك الآن. الحمدين طبعا رأس الهرم. من رأس الهرم نبدأ. يعني هم 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 رأس المكيدة أو رأس الظلم، الله يبلانا، الله حملهم بذا الشيء منهم لله. لكن المسؤول اللي في الداخلية، وهذا مجال عمله، اللي هو واحد وتحته بعد ضباط آخرين، اللي هو غانم بن سلطان الديفي، كان وكيل وزارة وقائد الشرطة، ويعني خذ راحته في هذا الموضوع، وعارف بالسياسة اللي تدور في خدر الشيخ حمد وحمد بن جاسم، عارف شلون ينفذها بطريقته ويتفنن فيها، لأنه على رأس قيادة الشرطة أو وكالة وزارة الداخلية، يعني كل الأشياء تحت مجال. كون واحد أو أسس واحد وعطاه الضوء الأخضر اسمه أحمد الحايكي، وسوى الأشياء اللي ما تصورها، حتى اللي في القبور سلب جنسياتهم. لما تجي يقول مثلا ناس لهم ضمان ولهم أشياء يوقفون ضماناتهم ويوقفون أشياء، راجعين بأثر رجعي يوقفون، يسحبون، يسلبون جناسيهم ويوقفون مصالحهم. فغانم الديفي طبعا هو المسؤول الأول عن وزارة الداخلية طبعا، ما نحمله بنفسه، هو عليه معطى أوامر ومعطى ضوء أخضر من الشيخ حمد بن خليفة ومن الشيخ حمد بن جاسم ومن على شاكلتهم، سمعت؟ فكذا سووا الأشياء اللي ما تسوى. الشيء الواحد يعني يستحي والله أن يقولها، بعض الناس يسفرونه وعياله برا ويودون معهم واحد من قرايبهم يرجع جوازاتهم، يهدهم في السعودية، لأن كان فيه وثائق ألغوا الوثائق ذي، قالوا جدون جوازه 6 سنوات 10 سنوات، يقول واحد يوديهم يطلعهم من سلوة ويأخذ الجوازات عندهم، يخليهم بدون ثبات في السعودية. طبعا هناك الناس اللي هم أقارب لهم أهل، يعني يشفقون عليهم، عارفين ما قاعدين، ما رايحين يقعدون بالعراء، سكنهم في هجرهم وهم يعني رابطين على هذه الطريقة وعلى هذا الوتر، يعني يستخدمون عاطفة الناس بين بعضهم انهم تمحى الموضوع، انها يعني بتخلي المواضيع خفيفة، ان يعني يذبون المجتمع السعودي ويقعدون في السعودية. لكن الآن ستنتهي المظلمة يعني؟ لا انتهت بإذن الله ان شاء الله. كل الناس اللي تعرضوا للتعذيب، واللي تعرضوا للقتل، واللي تعرضوا لمحاولات القتل، بعضهم أشرف على الموت راح المستشفى ورجع مرة ثانية حطوه في السجن وبعدين طلعوا، كلهم راح يأخذون حقوقهم بإذن الله، يأخذون حقوقهم مدبولة، وأطفالهم ونساءهم. في ناس الحين موجودين في قطر في يعني حريم ما تزوجوا بسبب عدم وجود إثبات عندهم، مسلوبين جنسيا ما عندهم، يعني على الله وعلى الخيرية يدعو لهم، وصار لهم سنين على كذا. ما هي الطرق التي تعيد لهؤلاء حقوقهم؟ طريق إن شاء الله تقديم الشكاوي في أي محافل، في أي أماكن، يعني اللي بيحاول يترجع لهم حقهم إن شاء الله بإذن الله. وفي ما يثبت إنهم قطريين، شهادات إنهم قطريين خلقتهم ما عندهم أي جناسية أخرى، وإنهم يطالبون بحقوقهم كاملة بأثر رجعي. من 22 سنة الآلام، ومن توفوا ومن فقدوا وظائفهم ومن فقدوا أموالهم ومن فقدوا أبنائهم، لازم إن شاء الله بإذن الله يأخذون حقوقهم كاملة مكملة إذا كان في عدالة هناك على وجه الأرض. وما يثبت كله موجود
ما يثبت الأضرار اللي تعرضنا لها وما يثبت الظلم اللي حصل علينا من حكومتنا وعلى رأسهم الشيخ حمد بن خليفة ومن حمد بن جاسم وجميع وزراء أهل المرافقين عبد الله بن خالد بن حمد الثاني وحمد بن عبد الله بن جاسم الثاني وكل من شارك في ضرر جماعتنا اللي يحضرني اسمه واللي ما يحضرني وكلهم عروفين ومسجلين بإذن الله أنهم نأخذ حقوقنا كاملة مكملة. ما هي الكلمة التي تود توجيهها للشعب القطري؟ أتقدم إلى أهلي في قطر وأخص من عاشوا معي أو في سني من آخر الستينات من 67 أنهم يدققون في كلامي اللي قلته بإذن الله إن شاء الله أني عالم ومتأكد أني ما قلت له الحقيقة ولا تجنيت على أي إنسان في قطر ونحن إن شاء الله ما نبقي إلا أن أهل قطر يعرفون الحقائق اللي صارت وهم كلهم يعرفونها. أنا متأكد أن أغلبهم أو 70% يعرفون الحقائق اللي قلتها أنها كلها صحيحة بإذن الله تعالى. شكرا لك الشيخ راشد بن محمد آل عمرة الغفراني على هذه الكلمات الطيبة وأيضا على إطلاع الجمهور على معلومات مهمة جدا حول مظلمة الغفران وأيضا حول أحداث محاولة إعادة الشرعية عام 1996 وما تلاها من يعني مشاكل كبيرة جدا وتعرض أهلنا في قطر لأزمات عديدة بسبب هذا التسلط وأيضا هذا التزييف للحقيقة. شكرا شكرا جزاك الله خير. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.